امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار والموضوعات زي نفي الحكومة لإصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة، ونشر نتائج حملة المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش بمشاركة نجمنا محمد صلاح في انفوجرام، وأيضا وقف قطارات الجيزة وأبو النمرس 3 ساعات يوم الأحد والاثنين، وأخبار تانية كتير هنتابعها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها كان نفي الحكومة إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وإنه ما صدرش أي قرارات بخصوص الموضوع ده خالص. وتم التوضيح إن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة بيتطلب تعديل تشريعي على قانون التعليم، وهيتم الاكتفاء بالدورين الأول والتاني بس مع تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور التاني، مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم مستند طبي رسمي بيثبت إصابتهم وقت الامتحانات. كمان نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك، ووضح فيه نتائج حملة المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش أنت أقوى من المخدرات، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وشهدت الحملة تفاعل كبير من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية قام بتنفيذ ورشة تدريبية تفاعلية في محافظة البحر الأحمر، وعلى مدار 3 أيام تدريبية ناقش المشاركين من الشباب المقبل على الزواج مجموعة مختلفة من المعلومات والمهارات والأدوات اللي بتساهم في تماسك الكيان الأسري، زي مفهوم وأهداف الزواج ومعايير وأسس اختيار شريك الحياة والعوامل الثقافية والنفسية والاجتماعية المتعلقة بتكوين الأسرة ومهارات التواصل وحل المشكلات الأسرية وإدارة الغضب. كمان تناولت التدريبات تدعيم المحاور المختلفة الخاصة بمناهضة العنف الأسري ودراسة أهم الصور المتعلقة بيها وأثرها على الأسرة والمجتمع. امبارح كمان أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة أبو النمرس بخط القاهرة السد العالي بصفة مؤقتة لمدة 3 ساعات من الساعة 2 الصبح والحد الساعة 5 الصبح اعتباراً من يوم الحد والحد يوم الاثنين 9 مايو، ولمدة ساعة واحدة بس يوم الثلاث من الساعة 2 الصبح لحد الساعة 3 الصبح. فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسه متواصلة وهتمتد لحد أول شهر يونيو الجاي، وده لتوفير احتياجات المواطنين من كل أنواع السلع، وده بتخفيضات بتصل لـ 60%. امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. فمنذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها. وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم، كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توافر السلع في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية تشارك فيها. طبعا فكرة مد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها، طبعا كل ما بتمتد كل ما بتبقى بنستفاد منها. المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة عيشة كريمة وكويسة. يا ريت تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير إن شاء الله الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مديرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع. لو تحتاجينا بتلاقينا.
علينا دايما هنا شرطة وشعب احنا جنود كل حتة السلع بننزل نلاقيها مفيش سلع ناقصة لا السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني ان احنا نلاقي السلع بقالي فترة باجي والمبادرة شغالة بلاقي فيها حاجات كويسه جدا ودايما باخد منها ولسه كمان دلوقتي حالا واخده مكرونه ورز وحاجات منها برده. المبادره نجحت وكل الاسعار نزلت بصراحه والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجه تمام 24 ما فيش اي شيء. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي بقت تتخفض والحمد لله احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا. احب اقول لوزارة الداخلية طبعا انهم شاكرين افضلهم طبعا على المجهود المبذل في هذه المبادرة وان يعني اتمنى منهم واتمنى من الله التوفيق انهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد. وتستمر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. بالنسبة للأخبار اللي حصلت امبارح في المحافظات فمستشار رئيس الجمهورية تفقد محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي ببورسعيد وخطة القوافل العلاجية بقرى 5 مراكز في أسيوط ده ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر مايو وأيضا جامعة الإسكندرية في أعلى نسبة 7% عالميا بتصنيف سيماجو الإسباني وده للمراكز البحثية وأخبار تانية كتير نتابعها بالتفصيل من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح أبرزها كان تفقد اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومعاه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سير العمل في محطة المعالجة البيولوجية للصرف الصناعي في إطار متابعة المشروعات القومية اللي بتتعمل على أرض المحافظة خصوصاً إن المحطة بتشتغل على معالجة المياه الملوثة الناتجة عن المشروعات البترولية وحقول الغاز الطبيعي. في محافظة أسيوط أعلن اللواء عصام سعد المحافظ خطة تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشاملة لشهر مايو اللي هتبدأ من بكرة في عدد من القرى وتحديداً في 5 مراكز على مستوى المحافظة وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وهيتم التنفيذ بواقع يومين في كل قرية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية في القرى والنجوع بالمجان. أظهرت نتائج تصنيف سميجو الأسباني للمراكز البحثية لعام 2022 الخاص بنشر الأبحاث العلمية في المجالات المفهرسة عالمياً إن جامعة اسكندرية قفزت 44 مركز عالمي عن السنة اللي فاتت وبكده بقت في المرتبة 593 من 8084 مؤسسة تعليمية وبحثية على مستوى العالم وجت جامعة الإسكندرية في الترتيب الخامس محلياً في قائمة ضمت 70 جامعة ومركز بحثي على مستوى مصر. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ناقش تقرير ربع سنوي عن جهود وأنشطة عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال المشاركة في تقديم الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية وأوضح أن إجمالي المساهمات المجتمعية خلال الشهور اللي فاتت وصل لأكثر من 27 مليون جنيه.